رغم أن القانون يمنع عرض السلع مهما كان نوعها على الرصيف العمومي، إلا أن ظاهرة استغلال الأرصفة وحافة الطرقات من طرف أصحاب المحلات صار أمراً شائعاً. ولتسليط الضوء على الظاهرة، كانت لنا جولة رفقة أعواني ومفتش الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة إلى بعض المحلات بالعاصمة. سيرفيس كونترول معك. فضلك عطينا الروجي دو كوميرس. جيناك على جال السلعة اللي راك مخرجها خارج المحل التجاري ديالك. كاين قرار ولائي اللي يمنع عرض السلع خارج المحل. هادي دوكا حنايا نعطولك ميزون دومور ما تعداش 48 ساعة باش تعاود تدخل السلعة اللي راك مخرجها خارج المحل. وإذا لم تمتثل الإجراءات سوف نقوم بحجز السلعة. وقد نصل إلى غلق الإداري لمحل التجاري ديالك. الأمر ينطبق أيضاً على التجار الذين لا يلتزمون باحترام الشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض السلع الموجهة للاستهلاك كتعريضها للأشعة خصوصاً في فصل الصيف. فيما يخص هذا التاجر، هو يعرض مادة غذائية متمثلة في مياه معدنية خارج المحل التجاري، وهذا يعد مخالفة. ونحن كأعوان حماية المستهلك وقمع الغش لمديرية التجارة لولاية الجزائر نقوم بالسحب الفوري، الحجز الفوري للسلعة المعروضة خارج المحل، ونقوم بإعادة توجيهها لمؤسسة ذات منفعة عامة. السلع لابد أن تكون داخل المحل. بالنسبة للمواد الغذائية هي قلنا مؤطرة بطبق قانون رقم 03/2009 المتعلق بحماية المستهلك اللي يمنع منعا باتا عرض السلع المواد الغذائية على الأرصفة أو استعمال الرصيف لعرض هذه السلع في كثير من الأحيان تكون عرضة للشمس وبالتالي تصبح خطر على صحة وسلامة المستهلك. تجاوزات لا يختلف اثنان في كونها تشوه المحيط والوجه الجمالي لولاية الجزائر.